نظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي. فكرة نظام الطيبات جت منين؟ ايه السبب اللي خلى دكتور ضياء العوضي يفكر في الفكرة دي ويغير لنا كل حياتنا وكل نظامنا الغذائي؟ طيب ايه هو اللي استند عليه الدكتور ضياء؟ ايه الحاجات اللي فكر فيها وفكر ان هو يلغيها من نظامنا اصلا الغذائي؟ طب هل فعلا الحاجات اللي لغاها دي مضرة جدا؟ وهل فعلا الحاجات اللي سامح بيها مش مضرة؟ يعني معقول النوتيلا مش مضرة بينا او بصحتنا؟ معقول الجبنة المطبوخة غير ضارة؟ معقول كمان ان انا امنع الخضار انا كده هاخد الفيتامينز منين والمعادن منين؟ اسئلة كتير، وبشوف اسئلة كتير في الكومنتات. وانا شخصيا يعني انا جربت النظام، وهفضل اقول لكم كل شوية ابديت باي تحسن او اي حاجة حصلت مع النظام، حتى لو مش تحسن او حتى حاجة حسيتها ضارة ليا. كده كده بنعمل فيديوهات على طول، فانتوا لو مهتمين بالمحتوى ده اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد، لاني هنزل فيديوهات كتيرة عن الصحة العامة والبشر والشعر وكل حاجة تهم صحتكم هتفيدكم جدا، والمحتوى للبنات خلوا بالكم. يلا بقى نتكلم اكتر عن نظام الطيبات، وبفكركم تاني لو مهتمين بمحتوى يخص الصحة العامة وصحة البشرة والشعر وكمان الميك اب وكمان الاكسسوارات والحاجات اللي البنات بتحبها، البنات ها اهلا بيكم طبعا بكل البنات اللي هتعمل اشتراك في القناة او جوين او سبسكرايب او لايك، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تسالوني عن ايه، بجاوب على كل الكومنتات عشان اقدر اجاوبكم على كل استفساراتكم، لان طبيعي جدا الدكتور هيقول النظام ناس ممكن تفهمه وناس تانية ممكن تبقى عندها لسه استفسار، لسه تبقى عايزه تسال اكتر او تفهم اكتر. طب هل مثلا كذا مسموح؟ هل كذا ممنوع؟ طيب انا اوقف دواء السكر، اوقف دواء الضغط، اعمل ايه ما اعملش ايه؟ الكلام ده كله. طب هل فعلا بيفرق في صحه الشعر والبشره؟ طيب انا هقول لكم تجربه كده، هغششكم من المستقبل كده واقول لكم، سامعين صوت ضوافري؟ هقول لكم تجربه كده انا عملتها، وهقول لكم لما لخبط او لما لخبطت حصل ايه. خلوا بالكم عشان يعني جربت لخبط كده وقلت ممكن يكون حصل ايه او كده. هجرب، سوري هجرب الخبط. انا لسه ما لخبطتش، لسه ماشيه على النظام بقالي مثلا يعني 20 يوم ولا حاجه او 30 يوم، من 20 ل 30 ما بعدش قوي. النظام بقى بيستند على ايه؟ انا هقول لكم على المفاجاه، وهقول لكم في الفيديو ده على وجبات من النظام بتاع الطيبات، نظام المعجزات. ليه سماه نظام الطيبات؟ علشان هو بيخلي جسمكم يستقبل اي حاجه طيبه نايس او حاجه هشه بسيطه تدخل المعده عندكم والامعاء وما تضرهاش وما تعملش جروح للامعاء او الكلام ده كله. هتلاقوني مقسمة الحلقة على كذا حاجة علشان انا بقعد اقرأ من النوتس اللي بكتبها ورا دكتور ضياء. طيب طول عمرنا وجباتنا متكاملة صح؟ طول عمرنا الفراخ، السلطة، حتى لو ناكل بره السلطة، لو حتى بناكل في كنتاكي والله يعني مقاطعة اهو، كنا بناكل السلطة والكولسلو يا كابتن تمام، وكده كده بناكل الرز او العيش مع الوجبات عموما، ولازم بيبسي او شاي بلبن او قهوة فرنساوي باللبن، لازم نشرب لبن عشان عظمنا يبقى جامد وعلشان نبقى كويسين واقوياء. طول عمرنا طبق السلطة والخضار مهم في حياتنا، يمكن اهم بالنسبة لنا من الفاكهة، وطول عمرنا بناكل فراخ، وطول عمرنا عندنا امراض رهيبه، وطول عمرنا منعين السكر. ايوه انا قعدت فتره كبيره جدا منع السكر ولا اي تحسن حصل في حياتي، انا لدرجه ان انا كنت بشرب الشاي والله يا جماعه عشان احس بس بطعم اي حاجه مسكره كده في الشاي، بقوم حاطه عليه قرفه سواء عيدان او قرفه، بجد كانت ايام عذاب جدا، ولا خسيت ولا حسيت بتحسن في بشرتي ولا حسيت بتحسن في شعري ولا حسيت باي حاجه اصلا، وكانت مشاكل الحساسية فضلة عندي برضو. يعني أنا عمري ما خفيت من الحساسية غير لما اتبعت نظام الطيبات. أنا اتبعت كل الأنظمة، صيام متقطع، لو كارب، الكيتو خفت منه لأن أنا بكره جدا حد يقولي ما تاكليش فاكهة. أنا يعني بحب الفاكهة، وبعدين الفراولة من الحاجات اللي بتعملي حساسية، ومش دايما التوت موجود، وخالي قوي، خالي جدا، انتوا بتهزروا، ومش من النوع اللي بيحب الدهون بشكل قوي قوي،
وقعدت كتير فترة منع الدهون، وعرفت ان الدهون منعها مش صح، مش احسن حاجة. الناس بتوع زمان كانوا بياكلوا دهون بشكل بشع، وكانت اعصابهم حديد كده، هم كانوا حديد. طب احنا لما اكلنا كل الكلام ده ايه اللي ناقصنا بقى علشان نبقى كويسين؟ ما كان مكناش كويسين، شعرنا كان بيقع. ده انا كنت كل يوم استقبل رسائل لدكتور انا شعري بيقع، يا دكتور الحقيني شعري بيتقصف، يا دكتور الحقيني بشرتي كلها حبوب. صح بشرتي فيها حبوب، رغم ان هي ممكن تكون كبيره كمان، ممكن تكون معديه 30 او 35، خلاص عدت فتره المراهقه. طب والحبوب جايه لك منين؟ خلل هرموني، مشاكل في العضلات، مشاكل في البصر، والسكر عالي والسكر واطي والسكر مش عارف ايه، والضغط عالي والضغط واطي ومش عارف ايه. صح، كان بيحصل كل الحاجات دي واحنا كنا بناكل كل الحاجات دي، اللبن والبيض والعدس والفول، وطبق الفول الصبح مع السلطه والشاي باللبن والبيض والحلاوه والبطاطس وكنا مانعين الحلاوه ومانعين البطاطس ومانعين المربى ومانعين الجبنه النستو ومانعين السكر، وبناخد سكر ستيفيا اللي انا عملت عنه حلقه مخصوص، ويا ريتني ما عملت عنه حلقه، لان انا بعد ما جربته طلعت تاني برضو قلت لكم ان هو فعلا وحش قوي، ولا بينفع يتحط في حلويات ولا ينفع يتحط في مشروبات ولا ينفع يتحط في اي حاجه. بصراحه اسوأ حاجه سكر ستيفيا ده، والسكر كمان اللي هو الصناعي اللي كنا بنعمله في المعامل ده ايام الكليه، لا كان بشع بشع، في مراره كده، لازم بيكون في مراره سواء في المشروبات او الكيكس او كده، حاجه بشعه. ولا كان بيخسس، ولا انا بالنسبه لي ضد السكر الدايت تماما يعني. طيب ايه الحل؟ دكتور ضياء فكر في الحل، شال كل حاجه تسبب جرح للامعاء او تلزيق للامعاء. اول حاجه فيهم الدقيق، اول حاجه خالص اللي هي الدقيق المتهم الاول، والناس كانت بتتهم الدقيق. الفيديو ده انا هعمل لكم منه جزء تاني لان هو طويل شويه وفي شرح كتير، اكتبوا لي في الكومنتات برضو حابين الفيديو يكون امتى، يوم ايه، والساعه كام بتكونوا متواجدين على اليوتيوب. منع الدقيق ليه؟ كل الدكاتره كانت منع الدقيق عشان جلايسيميك اندكس عالي، او هو بيرفع سكر الدم، او بيسبب سمنه، او بيسبب زياده وزن، او احتباس ميه، او جلوتين، او الكلام ده كله. صح، هو منعه علشان السبب الرئيسي، الدقيق دلوقتي مش زي الدقيق قبل كده. انا عارفه زمان كانوا بياكلوا دقيق وكانوا بياكلوا كل حاجه، الدقيق دلوقتي مش زي قبل كده. عفوا، الدقيق دلوقتي بيلزق الامعاء، اسمنت، ماده بتلزق الامعاء، ماده بتلزق المعده والامعاء، ماده بتعمل عجينه فبتمنع امتصاص اي حاجه. مش احنا عمالين، بصوا احنا بناكل خضروات وبناكل بروتينز، لحمه كتير، فراخ ولحمه، وبناخد مالتي فيتامينز. ناس كتيره كانت تشتكي، يا دكتور انا والله باخد سنترم، انا باخد حاجات بيوتين، انا باخد مالتي فيتامينز كتير، ولا شعري بيطول، ولا بشرتي بتتحسن، ولا انا بتحسن اصلا. طب ليه؟ عشان مفيش امتصاص، عشان اللي بتاخديه بيطلع تاني، كل اللي بتستهلكيه بيطلع تاني زي ما هو، ولا كأن احنا عملنا اي حاجه. وبنشرب لبن وعندنا هشاشه، وبناكل لحمه وعندنا انيميا، وبناكل كبده يمكن كل اسبوع وعندنا انيميا برضه. طب ليه؟ الدقيق هو المتهم الاول، ان هو انا هشرح لكم كل اللي انا فهمته من الدكتور، اتمنى اسلوبي يكون بسيط وسهل كده عليكم، وتبا للتعليقات السلبيه اللي بيقولوا اي حاجه هيترد عليك بكل برد يهينك، فيعني ماشي، محدش يقول لي إيه انت بتزيطي في الزيطه او بتهيصي في الهيصه، ان انا حره اعمل اللي انا عايزاه على قناتي، محدش ليه الحق انه يقول لي تعملي ايه وما تعمليش ايه الا لما استاذنه، الا هي بتاعت حنون، لما استاذنه او اقول لكم انتوا حابين محتوى ايه واحنا نعمله على القناه هنا، واشوف اذا كان المحتوى ده مناسب ليا ان انا اعمله واتكلم عنه ولا لا. بنشرب لبن، عندنا هشاشات عظام، بناكل خضار وعندنا امساك، بناكل لحمه وعندنا انيميا. هل كل الطعام ده صالح ومية في المية؟ طلع لا. لما قلنا الدقيق المتهم الاول هو بيعوق الامتصاص، بتاكل الصبح عيش وبناكل كيكس وممكن نحلي بحاجات فيها دقيق، ووقتها الجدار الامعاء ده اللي احنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت واحدة واحدة اتسد بالاسمنت.
اتسد بالاسمنت. طب هيطلع هيمتص الاغذيه ازاي؟ هيمتص الفيتامينز ازاي؟ هيمتص البروتينز ازاي؟ هيمتص الكالسيوم ازاي والحاجات النيوترينت؟ احنا اتفقنا النيوترينت يعني الحاجات المغذيه او المواد الغذائيه بتاعت الجسم. اللي مش فاهم حاجه انجليزي يقول لي وانا ارد عليه في الكومنتات. طيب لما بتروح لدكتور وتقول له يا دكتور انا عندي عرض، بيزود لك طبق، يقول لك كل سلطه، كل بنجر، كل فراخ، كل لحمه كتير، كل اشرب لبن كتير، كل كبده عشان ترفع حديد الدم، الحديد في الدم، وبتفضل على كده وخد ادويه، يا اما يزود لك طبق يا اما يزود لك دواء، ومفيش ولا اي حاجه بتتحسن، وبتفضل طول عمرك وبتفضلي طول عمرك بنفس المرض ونفس الاعراض ونفس المشاكل. طب احنا فين اخر الحل ده كله؟ لو ما كانش الاكل هيفيدك يبقى ما ناكلوش. دي الافكار بتاعه الدكتور اللي انا فهمتها منه وكتبتها وراه. لو ما كانش الاكل هيفيدك يبقى هو كده هيضرك، يبقى ملوش لازمه تاكليه ليه وتغير وتفضلي تصرفي كل ده ليه من ميزانيه البيت؟ ليه كل يوم اشتري خيار وطماطم وجزر وخس وانا كده على اعتبار ان هم كلهم فيتامينز وباكلهم ولا في حاجه بتتحسن؟ يا جماعه والله بصوا، اللي عنده اللي حياته اتحسنت اكيد مش هيخش على الفيديو ده، اللي حياته احسن حياه من غير اي امراض ولا اي مشاكل مش هيخش على الفيديو ده. اكيد عندك مشكله او عندك مشكله. مفيش حد مش خالي، مفيش حد خالي من المشاكل، طبيعي. معلش كان جالي دور البرد اللي هو لسه بتعافى منه اصلا، بس انا خفيت منه في خلال يومين بجد، يعني يوم ايه ده، اقل من يوم كمان، بس لسه بكح كح بسيط كده، بسيط بسيط قوي يعني. انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت هشارك معاكم تجربتي. كنت بعمل قبل كده جل، وكنا بنشوف على القناة، يعني كنت برضو هتلاقوا في الفيديوهات على القناة ازاي بنعمل جل وازاي بنشيله والكلام ده كله. انا بعمله وبشيله كل المساء يعني، او يعني بشيله عموما. فلما بشيله ابص الاقي ضوافري ما بتطولش نهائي، فضلت مثلا 4 شهور ما بتطولش اصلا. وكنت بشرب لبن وباكل بط وباكل فراخ وباكل خضار وباكل بروكلي وباكل مكرونات وباكل باكل ايه كمان، وباكل خس، وكل يوم فاكهه، كل يوم، وكل يوم فيتامينز. ولا كانت، لا شعري كان بيطول ولا يعني بسيط، كان بيطول بسيط، ولا كانت ضوافري بتتحسن، وبشرتي ساعات كان بيجي لي حبوب كده غريبه في اماكن غريبه، اللي هي الاماكن الرخمه بتاعت الافراح دي عارفينها، كان بيحصل حاجات غريبه. وفجاه ربنا هداني كده، وكان عندي حساسيه الجيوب الانفيه دي اللي كانت منعاني اعيش حياتي اصلا، منعاني اشم برفانات او احط برفانات، يعني حتى الشامبو اللي فيه برفان مثلا او الشارجر اللي فيه برفان مثلا، او يعني مثلا ايه بحط برفان جليد مثلا او حاجه بخور اي حاجه هتش على طول، وتصحيني من النوم، تصحيني من احلى نوم، من احلى نومه، حرفيا من احلى نومه، تصحيني الحساسيه بشكل بشع، ودايما مزكمه، دايما مش عارفه اتنفس. والمشكله الحساسيه دي كمان ان انت اصلا كمان مخك ما بيوصلوش الغذاء اساسا، لان النفس عندك بسيط. اتبعت نظام الطيبات، وهنتكلم في الفيديوهات الجايه. الفيديو ده كان مجرد الافكار واستنادا لايه، اتبعت النظام ومشيت عليه، والله بجد الحمد لله رب العالمين. قل استهلاكي، كفايه ان قل استهلاكي للمناديل، ده اول حاجه اقتصاديا. تاني حاجه بقى اني عرفت اتنفس، شكرا دكتور ضياء، هفضل اشكرك في كل فيديو، شكرا، ربنا يبارك في حضرتك انك هديتنا للنظام ده. عروسه جايه اهي، عقبال كل بنت نفسها تتجوز. انك قلت لنا على النظام ده، انك منعت عننا الحاجات الضاره زي الدقيق. انا فعلا كنت باكل العيش البلدي ده على طول، كل يوم فطار وعشاء، ما كانش بيهمني. وكنت فاكره ان الحساسيه دي مثلا لو كلت شوكولاته او كلت سكريات، لا، انا دلوقتي باكل سكريات وباكل شوكولات وباكل مربى وباكل حاجات كتيره فيها سكر، والحساسيه الحمد لله راحت، بتنفس
كفايه اني بتنفس، الحمد لله انا بتنفس يا جماعه، انا بتنفس، انا هفضل اقول كده. ضوافري طولت اهي، هي ما كانتش بتطول خالص يعني، ما كانتش بتطلع اصلا، او كانت بتطلع وتتقطم زيها زي قشر البيض كده او اقل. ما اعرفش اعمل اي حاجه، ما اعرفش اغسل كوبايه، وكانت بتوجعني، بتوجع، لان انت اصلا الجل بيشيل طبقه كبيره من الضوافر. احسن حاجه وكفايه ان معدتك وقولونك مرتاح ومرتاحه فاضيه، تحسي ان معدتك كده هاديه ما فيهاش اكشن، مش متبهدله، مش مليانه على اخرها، مش ابسط، مش حاصل لك جاستريك ابسط اللي هو الامتلاء الرهيب، رغم اني باكل من كميات عادي. هحاول اعمل لكم في المونتاج هنا مثال لليوم بتاعي مع نظام الطيبات. انا خايفه تكون الاضاءه مش مظبوطه في الفيديو ده، بس انا بحاول، يعني انا بحاول اعمل لكم فيديو كويس، واتمنى الصوت كمان يكون كويس. حاجه اخيره، يعني احنا النهارده هنتكلم عن الدقيق والصودا، ليه هما ممنوعين؟ الصودا ممنوعه عشان بتغير كميه جسمك اصلا. بمعنى ايه؟ وهقول لك كمان شرح اكتر في الفيديوهات الجايه. الصودا او البيبسي اللي هم اصلا مقاطعه سبيروسباتس دلوقتي بدلهم، الحاجات دي بتغير كميه الجسم ازاي؟ انت بقك وسط، الوسط بتاع بقك قلوي، قلوي، في وسط قلوي ووسط حامضي، تمام؟ البي اتش بتاع بقك قلوي، علشان لو الوسط بتاع بقك حامضي سنانك هتتاكل، سنانك هيحصل لها تاكل. المعده ضروري 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 تبقى حامضيه. ليه؟ علشان اول حاجه تهضم البروتينات اللي هي موجوده في اللحمه، اي نوع بروتين تهضمه وتوصله لدمك او لجسمك، يعني زي احماض امينيه اللي هي بيتعامل بعد كده منها البروتينز والعضلات والحاجات دي كلها والهرمونز والحاجات دي كلها. والحاجة التانية انك طول حياتك طول اي المية نفسها كلها بكتيريا، كلها بكتيريا، فانت الحمض ده بيقتل البكتيريا دي علشان ما توصلش للدم ويحصل لك مشاكل. شربتي الصودا حولتي مصيبة بقى، حولتي معدتك لوسط حمضي، الوسط قلوي بدل ما هو حمضي، انت قتلتي حمض المعدة اصلا. عشان كده كمان ادوية الحموضة ممنوعة، او اللي هي الانتودين والحاجات اللي هي زنتاك والحاجات زنتاك اللي بتمنع من السوق اصلا، والنيكسيوم والحاجات دي كلها ممنوعة، لان هي مصيبة بتمنع اصلا وظيفة المعدة. طب انا ربنا خلقني بهضم ومعدة بتاعتي حامضية، فطب ايه انت بتقتلها لي ليه؟ انت ليه بتموت لي معدتي؟ المصيبة التانية بقى كمان ان بعد كده بيحصل ان هو بتبقى في الدم كربونيك اسيد، مية مكربونة اصلا، بتوصل للدم كربونيك اسيد فبتخلي الدم بتاعك حامضي، يعني مصيبة تانية اكتر. بس فانا هنقفل على المصيبة دي ونمنع دي والصودا دلوقتي، وهقول لكم بعد كده ليه بقية الحاجات ممنوعة ببساطة كده. عشان اللي جديد تخش تقول لي، او اللي يخش يقول لي، وانت ايه مدخلك اصلا قناة بنات، يخش يقول لي في الكومنتات كيف نخس واحنا بناكل نوتيلا. انا ما انا 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 دلوقتي مش هممني ان انا اخس او اتخن، مش فارق معايا دلوقتي. اللي فارق معايا يتخن او يخس يقلل التوست، واللي عايز يخس يزود عدد الصيام، ويقلل التوست يقلل الرز. اللي عايز يدخل التخن والخسسان اتنين سوء امتصاص، الاتنين سوء امتصاص. امتصاص يعني وصول الاغذيه لدمك، لدمك. انا بخاطب البنات، عنصريه انا قوي. لا خالص. المهم بس، وهنا وصلنا للنهايه. عايزين تخسوا، عايزين تخسوا زي ما قلت لكم، هتقللوا التوست والرز وتزودوا عدد الصيام. عايزين تتخنوا زودوا توست ورز. هو دكتور قالها، انا ما بفوتش كلمه ولا لايف او حلقه بيطلع فيها الدكتور، ما بفوتهاش. فعشان كده الحمد لله عندي معلومات كويسه عن النظام وعن علم الدكتور، لان هو بيطلع يشرح ببساطه جدا ليه كذا ممنوع، ليه السكر بيعلى، ليه السكر بيوط، الكلام ده كله هنتكلم فيه فيديوهات تانية بشكل بسيط على قد ما اقدر. ده لا يغني، ده لا يغني او لا يغني عن اتباع الدكتور برضو في القناه بتاعته، او عن زيارة الدكتور، تمام؟ بس انا هنا وصلت حد نهاية الحلقة، شكرا لكم. لو وصلتوا لحد هنا برضو، احنا يعني انا بعمل ايه اصلا في حياتي دلوقتي بجانب شغل الادوية؟ بعمل ايه؟ عندي ستور على قد كده، بنزل ايفنتات ببيع فيها الميك اب والاكسسوارز والحاجات بتاعتنا الحلوة،
اللي بتحبها البنات. عشان كده بقول لكم لو انت مش بنت ملهاش لازم تتابع القناه، مش هتستفيد حاجه، لان هتشوف حاجات للشعر والبشره وحاجات تانية وحاجات بقى عن المهارات الناعمه والتخاطر والانوثه والتنميه البشريه والحاجات الجميله اللي البنات بتحبها، فدي هتحبها البنات. فانت لو حباني لايك واشتراك، مش حباني جو تو هيل، يعني روحي عادي، يعني روحي حبي حد تاني. انت لو ولد مش هتستفيد حاجه، فشكرا جدا، يعني ملهاش لازمه خالص تواجد حضرتك. انا بطردكم وعادي جدا، يعني عادي مش بيفرق معايا عدد السبسكرايبرز، زي المهم عندي السبسكرايبرز او الناس اللي بتتابعني تكون مهتمه بالمحتوى اللي بقدمه ومهتمه يعني تستفيد مني على قد ما اقدر افيدك. شكرا ليكي، اشوفك على خير الحلقه الجايه. ونظام الطيبات ليه مانع الخضار والالبان والفراخ والحاجات التانية دي، وبس انا بحاول ان انا اشرح لكم باستفاضه كده بالرقه وبالراحه كده بس كده. سلام.